الرئيس السيسي يشدد على أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى ولا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي. مصادر مصرية تؤكد أن القضية الفلسطينية تشهد أخطر منعطف في تاريخها، وتشدد على أن مصر ستتصدى لمساعي الاحتلال لتوطين أهالي غزة في سيناء. الرئيس السيسي يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، ويؤكد أن الشهداء قدموا ثمناً غالياً لبقاء الوطن. 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري. أهلاً بكم. ارتباط مصر بالقضية الفلسطينية هو ارتباط دائم ثابت تمليه اعتبارات الأمن القومي المصري وروابط الجغرافيا والتاريخ والدم والقومية مع شعب فلسطين. ومنذ تولي السيد الرئيس السيسي تسعى مصر بشتى طرق الودية للتفاوض لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة والوصول إلى حلول شاملة وعادلة. أنا له الشهادة. ما فيش وصف لحجم الدمار اللي احنا فيه. زهر هي شايفة معها ورد مسجدها. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في المنطقة وعلى الساحة الفلسطينية، مشددا على أن التصعيد الحالي خطير للغاية وله تداعيات قد تطال أمن المنطقة واستقرارها. وفي تصريحات له قال الرئيس السيسي إن مصر تكثف اتصالاتها على جميع المستويات لوقف جولة المواجهات العسكرية الحالية حقنا لدماء الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. أضاف السيد الرئيس أن مصر تؤكد أن السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدام للشعب الفلسطيني، وأن مصر لا تتخلى عن التزاماتها تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. أعرب الرئيس السيسي عن أمل مصر في التوصل لحل وتسوية للقضية الفلسطينية عن طريق المفاوضات التي تفضي إلى السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية، مشددا على أن مصر لن تسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى. شدد الرئيس السيسي على أن أمن مصر القومي مسؤوليته الأولى، وقال إنه لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف، وأن الشعب المصري يجب أن يكون واعيا بتعقيدات الموقف ومدركا لحجم التهديد. We'll be right back.
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الشيخ تميم بن حمد آل ثان أمير دولة قطر للتباحث حول آخر مستجدات التصعيد العسكري على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنه تم استعراض الاتصالات المكثفة الجارية مع مختلف الأطراف المعنية للحث على خفض التصعيد وتحقيق التهدئة حقنا للدماء وحماية للمدنيين الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية كبيرة نتيجة لاستمرار العمليات العسكرية، كما تم تأكيد ضرورة الدفع بقوة في اتجاه تحقيق السلام العادل في المنطقة استنادا إلى حل الدولتين وفقا للمرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة. جهود كبيرة تبذلها مصر في دعم القضية الفلسطينية باعتبارها أمنا قوميا للدولة المصرية. وتعمل مصر على حفظ دماء الأبرياء من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالمطالبة المستمرة بوقف الانتهاكات الإسرائيلية وحماية الحقوق الفلسطينية في إقامة دولتهم المستقلة. دور فاعل تلعبه مصر للمساهمة في إنهاء الأزمات في المنطقة العربية بوجه عام والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص لما لها من قوة ومكانة وما يضيفه لها موقعها الجغرافي ودورها التاريخي. وتحرص القيادة السياسية المصرية على المطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية من أجل الحصول على حقوقه المشروعة لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. ونجحت مصر في وقف إطلاق النار بقطاع غزة في مايو 2021 وأغسطس 2022 لتجنب المزيد من العنف وحقن دماء المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني الذين يدفعون ثمن مواجهات عسكرية لا ذنب لهم فيها، فضلا عن الجهود الإنسانية التي قدمتها مصر من خلال فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين والمساعدات الغذائية والدوائية للشعب الفلسطيني. وتحرص مصر دائما على إيجاد سند قانوني لقيام دولة فلسطينية معترف بها من الأمم المتحدة ومن الدول الأعضاء بها، وكذلك من المنظمات الإقليمية والدولية بداية من عام 1962، حيث دعمت مصر الإعلان الفلسطيني عن دستور في قطاع غزة مرورا بمشاركة مصر في التوقيع على اتفاق أوسلو الذي توصل إليه الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي في سبتمبر عام 1993، وحتى طرح مصر مبادرة للقيام بدور مباشر في تهيئة الأجواء أمام تنفيذ خطة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة في يونيو 2004. وتؤكد مصر دوما منذ عام 2014 على رفضها التام واستنكارها للتصعيد من الجانب الإسرائيلي وتعتبرها انتهاكا للقانون الدولي، مطالبة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين ووقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى. وعقب عدوان مايو 2021 كانت هناك توجيهات الرئيس السيسي بنقل المرضى والحالات الحرجة للعلاج بالقاهرة، كما أرسل الهلال الأحمر المصري مواد إغاثية ومستلزمات طبية إلى القطاع وتوزيع 50 سيارة إسعاف مجهزة في معبر رفح. الدور المصري لم يتوقف عند هذا الحد، ولكن في منتصف 2021 أعلن الرئيس السيسي تقديم مبلغ 500 مليون دولار لصالح عملية إعادة الإعمار في غزة، فضلا عن التأكيد على أنه لا سبيل من إنهاء الدائرة المفزعة من العنف المزمن واشتعال الموقف بالأراضي الفلسطينية إلا بإيجاد حل جذري عادل وشامل للقضية الفلسطينية. أكدت مصادر أمنية مصرية رفيعة المستوى أن القضية الفلسطينية الآن تشهد منعطفا هو الأخطر في تاريخها. أشارت المصادر في تصريحات للقاهرة الإخبارية إلى أن هناك مخططا واضحا لخدمة أهداف الاحتلال القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية المحتلة من أصحاب الأراضي وسكانها وإجبارهم على تركها بتخييرهم بين الموت تحت القصف الإسرائيلي أو النزوح خارج أراضيهم.
حذرت المصادر من تداعيات الأزمة الراهنة على ثوابت القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني، وأن هناك بعض الأطراف والقوى تخدم مخطط الاحتلال وتمهد له عبر تزكية أطروحات فاسدة تاريخياً وسياسياً سعى الاحتلال لطرحها على مدار الصراع العربي الإسرائيلي بتوطين أهالي غزة في سيناء، وهو الأمر الذي تصدت له مصر وستتصدى له، ورفضه الإجماع الشعبي الفلسطيني المتمسك بحقه وأرضه، وأعلنته مقررات الجامعة العربية في سياقات مختلفة، واستقر هذا الأمر في الضمير العالمي بثوابت واضحة للقضية الفلسطينية التي يتم تصفيتها الآن. وبين الحين والآخر تخرج تصريحات مجهولة عن مزاعم لتوطين الأشقاء الفلسطينيين في سيناء، غير أن تلك المزاعم تنفيها ثوابت السياسة الخارجية المصرية بدعم الأشقاء الفلسطينيين في دولة مستقلة. كما تنفي تلك المزاعم أيضا الخطوات والإجراءات التي تتخذها مصر منذ عام 2014 لتعمير سيناء وتنميتها. ومع تصاعد الاشتباكات بين الإسرائيليين والفلسطينيين في قطاع غزة، تطرح احتمالات وفرضيات غربية بأن ينزح آلاف الفلسطينيين من غزة إلى الحدود المصرية إذا استمر الصراع. لكن عملية نزوح الفلسطينيين إلى الحدود المصرية وإمكانية تجاوزها إلى داخل سيناء تحمل عددا من المخاطر والتداعيات التي لا يمكن أن تقبل بها مصر. أصدر الجيش الإسرائيلي تعديلا لتصريح وجه فيه أحد المتحدثين العسكريين نصيحة للفلسطينيين الفارين من الضربات الجوية على قطاع غزة بالتوجه إلى مصر. قال الجيش في بيان التعديل إن المعبر الحدودي بين غزة ومصر مغلق حاليا. كان كبير المتحدثين العسكريين الإسرائيليين قد قال لصحفيين أجانب إنه يعلم أن معبر رفح والذي يقع على الحدود بين غزة ومصر لا يزال مفتوحا، ونصح أي شخص يمكنه الخروج بالقيام بذلك. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر مستمرة في مساعيها للدفع بجهود إقليمية ودولية منسقة لحث الأطراف على تبني مسار التهدئة والابتعاد عن سيناريو مواصلة العمليات المسلحة لتبعاته الإنسانية الخطيرة على حياة المدنيين، فضلا عن امتداد تداعياته الأمنية والسياسية على المنطقة برمتها. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من وزير خارجية بولندا، حيث تم بحث التطورات الجارية في قطاع غزة وتصعيد الخطير بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي خلال الأيام الماضية. أوضحت وزارة الخارجية أن محادثات الوزيرين تركزت على سبل خفض التصعيد وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة الإنسانية، حيث شدد وزير الخارجية على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراع والتوصل إلى حل شامل وعادل ومستدام للقضية الفلسطينية. إلى ذلك أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن قلق مصر البالغ نتيجة استمرار المواجهات العسكرية،
حدتها في قطاع غزة، لا سيما القصف الإسرائيلي واسع النطاق ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. جاء ذلك خلال الاتصال الذي تلقاه من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، حيث تمت مناقشة التطورات الخاصة بالتصعيد الإسرائيلي الفلسطيني الجاري والقصف الإسرائيلي العنيف الذي يتعرض له قطاع غزة على مدار الأيام الماضية، وما نجم عن تلك المواجهات من تعريض حياة مئات المدنيين للمخاطر، فضلا عما تحمله من تهديدات لأمن المنطقة واستقرارها. أحاط شكري نظيره الإيراني بالجهود التي تبذلها مصر من أجل خفض التصعيد وتحقيق التهدئة المنشودة، فضلا عن الجهود المصرية الحثيثة لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر معبر رفح رغم القصف الإسرائيلي لمناطق على الجانب الفلسطيني منها. كما حذر وزير الخارجية من توسيع رقعة الصراع الجاري بشكل يهدد استقرار المنطقة وأمن وسلامة شعوبها. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا قصف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 830 شهيدا. أضافت الوزارة ارتفاع حصيلة المصابين إلى 4250 جريحا. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 19 شهيدا و110 جرحى خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، فيما تواصل طائرات الاحتلال قصف شرق مدينة غزة بعشرات الصواريخ، مما ألحق دمارا في منازل وممتلكات للمواطنين وهي القريبة من الحدود، خاصة في حي الشجاعية وتفاح شرق المدينة. هذا وقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية 29 فلسطينيا من مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن الاعتقالات تمت في بلدة سعير شمال محافظة الخليل جنوب الضفة وفي جنين. على الجانب الآخر، أعلن المكتب الإعلامي للحكومة الإسرائيلية أن أكثر من 800 إسرائيلي قتلوا. وأوضح المكتب أن هناك نحو 2600 إصابة من بينهم حالات خطرة. وقال المكتب الإعلامي إن عدد الرهائن بقطاع غزة بلغ 250 إسرائيليا. في غضون ذلك نشر جيش الاحتلال أسماء 38 جنديا إضافيا قتلوا في اليوم الأخير من الاشتباكات. وجاء ذلك من ضمن تلك الأسماء ضباط برتب عالية وكذلك جنود من الاحتياط. وبذلك يكون جيش الاحتلال قد أعلن عن هوية 114 من جنوده وضباطه قتلوا منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى السبت الماضي. هذا وأفاد بيان لحزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن جميع الشركاء في الائتلاف الحاكم وافقوا على توسيع الحكومة لتشمل سياسيين هم حاليا في صفوف المعارضة. ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على تعبئة 360 ألفا من جنود الاحتياط. وفي ذات السياق، قال سلاح الجو الإسرائيلي إنه أرسل طائرات إلى أوروبا لإعادة مئات الإسرائيليين من هناك ليؤدوا الخدمة العسكرية كجنود احتياط خلال الحرب الدائرة في غزة منذ مطلع الأسبوع. وكتب سلاح الجو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يقول فيه إن طائراته من طراز هيركلز شاركت في الجسر الجوي الطارئ، ولم يوضح من أي مكان في أوروبا جاء جنود الاحتياط. أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن إسرائيل ترتكب جريمة قطع الاحتياجات الأساسية عن قطاع غزة بغطاء من أطراف دولية. وأدانت الوزارة قرار سلطات الاحتلال بقطع الاحتياجات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة ومنع وصولها إليهم، بما في ذلك المياه والكهرباء والمواد الغذائية والطبية والوقود، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني واتفاقات جنيف والتزامات دولة الاحتلال. وطلبت الوزارة مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والأطراف كافة بتحمل مسؤوليتها في وقف هذا العدوان فورا
ورفع جميع أشكال العقوبات الجماعية وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستعد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لإرسال قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية. تضم القافلة أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أعمال العنف التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة. أكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أنه يتابع بقلق بالغ الموقف المتفجر والحافل بدواعي التشاؤم في المنطقة وعلى حدود مصر الشرقية. شدد الحزب على أن مثله مثل كل القوى الديمقراطية في العالم يعترف للفلسطينيين بالحق الشرعي الذي كفله القانون الدولي في مقاومة الاحتلال وبالحق في تقرير المصير، داعيا الحكومات والرأي العام الدولي إلى سرعة تطبيق حل الدولتين. قررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي تأجيل الدورة السادسة من المهرجان لتقام في الفترة من 27 من أكتوبر وحتى 2 من نوفمبر 2023. ففي خضم هذه الأحداث المؤسفة تتجلى أهمية الإنسانية والتعاطف بين الشعوب، وسوف ينعكس شعار المهرجان الرئيسي سينما من أجل الإنسانية على أنشطة المهرجان. كما أكدت إدارة المهرجان إيمانها القوي في قدرة السينما على توحيد كافة الأطياف والفئات، مشيرا إلى أنه بالرغم من صعوبة الوضع الحالي إلا أنه من الواجب الالتزام بإقامة المهرجان بدورته السادسة لعام 2023. شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة. تضمنت الاحتفالية قيام طلبة الأكاديمية من مختلف السنوات الدراسية بتقديم عروض قتالية تظهر مهاراتهم الفائقة في التعامل مع مختلف الأهداف، سواء في الرماية أو في الاشتباك أو المطاردات، ونماذج عملية على كيفية مواجهة الجريمة، بالإضافة إلى عدد من القفزات الأخرى التي تظهر مدى القدرات البدنية، وكذلك الفقرات التي تظهر استيعابهم لتنفيذ البرامج العملية والتعامل مع مختلف الظروف التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء أداء المهام التي يتم تكليفهم بها. هذا وقد قلد الرئيس السيسي أوائل الخريجين أنواط الامتياز تقديرا منه للمتفوقين من الطلاب خريجي كليات الشرطة ممن حرصوا على بلوغ الصدارة بكل استحقاق وجدارة. ومنح الرئيس السيسي أوائل الخريجين بكليات الشرطة وكليات الدراسات العليا ومركز بحوث الشرطة نوط الامتياز من الطبقة الثانية. وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة والتحية لأسر أبناء الخريجين من كلية الشرطة وأيضا لطلبة وطالبات الكلية المتواجدين اليوم، مقدما التحية والتقدير للشهداء وأسرهم. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد ألقى في كلمة خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، أكد فيها حرصه على وجود نسبة من أسر الشهداء بجميع حفلات الشرطة والجيش، وذلك تقديرا واعتزازا بهم وامتنانا لما قدموه لمصر. أقدم التهنئة والتحية لأسر أبنائنا الخريجين النهاردة، ومش بس الخريجين الحقيقة، وأيضا أبنائنا اللي موجودين ضمن طلبة الكلية وطالبات الكلية. ومهم أيضا إن أنا أذكر إن إحنا دايما لكل أسر شهدائنا شهداء مصر كل التحية وكل التقدير وكل الاحترام لكم. وعايز اقول لكم ان احنا كلنا في الدنيا اللي احنا يعني ناس بتيجي وتذهب لها ما لها وعليها ما عليها،
إلا الشهيد، وتفضل ذكراه عطرة لما قدمه من تضحيات من أجل وطنه. وأنا عايز أقول لكم، أنا شايف الأسر موجودة هنا، وأنا حرصت على أن دايما في كل الحفلات بتاعت يعني الشرطة والجيش أن يبقى نسبة من أسر الشهداء تبقى حاضرة معانا، أولا تقديرا واعتزازا بهم وامتنانا لما قدموه لنا. أكد وزير الداخلية محمود توفيق أن مصر اجتازت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال 9 سنوات الماضية المحاولات التي استهدفت إسقاط الدولة ونشر الفوضى وتفتيت وحدة النسيج المجتمعي. قال وزير الداخلية في كلمته خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة إن الرئيس السيسي عبر بمصر إلى بر الأمان عبر مشاريع تنموية تؤسس لجمهورية جديدة تحمي مكتسبات الدولة المصرية. ويأتي احتفالنا اليوم مواكبا للاحتفال باليوبيل الذهبي لذكرى نصر اكتوبر المجيد الذي انحنى له العالم اجبارا واجلالا. وفي هذه المناسبه يسعدني وهيئه الشرطه ان نتقدم بصادق التهنئه لقواتنا المسلحه عارين الابطال ومهد التضحيات، داعين المولى التوفيق والسداد لمسيره العسكريه المصريه ومواصله التلاحم بين جناحي الامن بالامه في ميادين الفداء والبناء. السيد الرئيس، في ظل عالم يموج بالصراعات ويشهد أزمات متصاعدة ألقت بظلالها السلبية على أمن واستقرار الدول وأفرزت ضغوطا على اقتصادياتها ونشطت خلالها المخططات الهدامة، اجتازت مصر بقيادتكم خلال 9 سنوات الماضية المحاولات التي استهدفت إسقاط الدولة ونشر الفوضى وتفتيت وحدة النسيج المجتمعي. وانحاز الشعب المصري العظيم لخارطة رسمتم بها الطريق نحو التنمية والرخاء، حتى تمكنتم بعون من الله العبور بمصر لبر الأمان والازدهار. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتهيئة الظروف الملائمة لتشجيع مناخ الاستثمار. وخلال الاجتماع الذي عقده لمتابعة موقف الأراضي الصناعية بمنطقة عطاقة، وجه مدبولي بسرعة عرض الموقف الخاص بقطع الأراضي الصناعية من خلال تشكيل لجنة فنية متخصصة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظة، تختص بدراسة موقف الأراضي الصناعية فعليا والمرور على جميع الأراضي. كما كلف رئيس الوزراء بدراسة توفير وحدات سكنية من بين التي يتم إنشاؤها في مدينة السويس الجديدة للمصانع ليستفيد بها العاملون بهذه المصانع. كما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية التي تم التوافق عليها بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية لتوفير السلع الأساسية بنسب تخفيض تتراوح ما بين 15 إلى 25%. خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، كلف مدبولي الوزراء المعنيين والمحافظين والجهات الرقابية بالمتابعة المستمرة والدورية لمختلف جوانب تنفيذ المبادرة بما يسهم في تخفيض أسعار السلع.
شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط واتحاد بنوك مصر بشأن تنفيذ أنشطة محور التمكين الاقتصادي للسيدات ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. يستهدف البروتوكول تعزيز جهود الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات عن طريق دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير المنتجات والخدمات المالية وغير المالية طبقا للقواعد والسياسات الداخلية المعمول بها في البنوك المشاركة. أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه لا توجد أي استثناءات لأي من راغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة وأن الهيئة تقف على مسافة واحدة منهم جميعا في سائر الحقوق والواجبات. شددت الهيئة على ضرورة الالتزام بالقرارات والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية وإجراءاتها، داعية سائر راغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية إلى الالتزام بكافة القرارات والضوابط السابق صدورها من مجلس إدارة الهيئة في شأن تنظيم العملية الانتخابية وعدم مخالفتها. كما أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن مجلس إدارة الهيئة كان قد عقد اجتماعا بعد ظهر اليوم استعرض فيه المجلس الطلبات المقدمة من قبل أحد راغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية، والتي تدور في مجملها حول طلب بعض الاستثناءات والمعاملة الخاصة في الإجراءات المتعلقة بتحرير نماذج التأييد لطالبي الترشح. أعلن المستشار أحمد بن داري رئيس لجنة تلقي طلبات الترشح بالهيئة الوطنية للانتخابات انتهاء اليوم السادس من الأيام المخصصة لتلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية دون تقدم أي مرشح جديد. وأشار المستشار أحمد بن داري إلى أنه لم يتقدم مرشح جديد بأوراقه ليصبح العدد الإجمالي الذي تقدم حتى اليوم 3 طلبات ترشح. نظرا للتواصل الدائم مع حضراتكم، نحب نتكلم النهاردة اليوم السادس لم يتقدم أحد بطلب ترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وبالتالي هو النهاردة كده بقى فيه 3 طلبات فقط، ومع نهاية اليوم السادس ملتزمين بالموعد المحدد في الجدول الزمني اللي تم إعلانه يوم 25/9، وينتهي إن شاء الله العمل لجنة تلقي أوراق الترشح يوم 14/10 الساعة 2 مساء، وما زالت اللجنة مستمرة وتنهي عملها في اليوم السادس ولم يتقدم أحد من راغبي الترشح. شكرا، ونختار سيادتكم بأول بأول إن شاء الله. شكرا. استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمقرها الرئيسي بالقاهرة وفدا من تحالف الأحزاب المصرية. كان في استقبال الوفد لدى وصوله مقر الحملة المستشار محمود فوزي رئيس حملة المرشح عبد الفتاح السيسي والمستشار القانوني له. وخلال اللقاء توجه المستشار محمود فوزي رئيس حملة المرشح عبد الفتاح السيسي بالتقدير لدور تحالف الأحزاب في المشاركة الواعية في دعم المرشح الرئاسي، مثمنا دور تحالف الأحزاب كونهم من أوائل الداعمين لترشح عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن الحملة لكل المصريين وتفتح أبوابها لكل مؤيد، وكذلك ضرورة توعية المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات. ومن جانبه أكد وفد تحالف الأحزاب المصرية أنهم يحرصون على تثقيف المواطنين من خلال الندوات والمؤتمرات في كافة المحافظات والقرى لإعلام المواطنين بالإنجازات التي تمت على مدار 9 سنوات الماضية، فضلا عن حثهم للذهاب إلى صناديق الاقتراع من خلال حملة أطلقوا عليها حملة وعي بما يحقق الصالح العام للدولة. هذا وقد عقد تحالف الأحزاب المصرية اجتماعا شارك فيه عدد كبير من رؤساء وأمناء الأحزاب وممثليهم. خرج الاجتماع ببعض التوصيات منها التي تخص المواطنين ومشاركتهم بالانتخابات الرئاسية القادمة. كما أكد التحالف أهمية توعية بالمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري ودعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي لخوضه لفترة رئاسية جديدة. المزيد يطلعنا عليها الزميل كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصري.
تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل اليوم عقد تحالف الخاص بالأحزاب المصرية، هذا التحالف الذي عقد هذا المؤتمر اليوم لأول مرة ليتحدث فيه عن آخر الإنجازات التي شهدناها في عصر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية. تحدث اليوم الاجتماع بحضور عدد كبير من رؤساء الأحزاب وأمناء الأحزاب، تحدثوا اليوم عن آخر الإنجازات التي شهدناها خلال الفترة الماضية، وأيضا خرجوا ببعض التوصيات من هذا الاجتماع، ولكن ربما تم تقسيم هذه التوصيات لعدد من المراحل. المرحلة الأولى كانت متعلقة بالمواطن المصري، كيفية التعامل مع الانتخابات الرئاسية القادمة وآليات أيضا توعية المواطنين في التعامل مع الانتخابات الرئاسية. كانت المرحلة الأولى والخطوة الأولى هي توعية المواطنين وأهمية دفع المواطن للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، أيا كان المرشح الذي سيختاره المواطن فعليه أن يشارك في هذه الانتخابات، لأنه حق دستوري وحق أيضا تحقيق، يعني هذا الحق الذي عن طريقه يتم تحديد المصير والفترة الرئاسية المقبلة. كانت هذه النقطة الأولى. النقطة الأخرى أيضا كان الحديث حول الإنجازات التي كانت موجودة خلال الفترة الماضية من البنية التحتية ومن المبادرات المختلفة مثل حياة كريمة التي تهتم بالمواطن بشكل مباشر. النقطة الثالثة أيضا هي كانت تفعيل المقرات الخاصة بالتحالف الخاص بهذا الأحزاب، تفعيل هذه المقرات لاستقبال الحملة الانتخابية الخاصة بالمرشح عبد الفتاح السيسي. كان هناك تفرقة ما بين الرئيس الحالي للجمهورية جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتفويضه للتعامل مع جميع الأمور التي تخص أمن وسلامة الجمهورية وأمن وسلامة الأرض وأمن وسلامة الوطن، حتى في التعامل مع المآسي التي تحدث يعني مؤخرا مع الشعب الفلسطيني وكيفية التعامل مع هذه الإجراءات. تم تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في التعامل مع هذه الإجراءات المتواجدة الآن. التاسعة متواصلة على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. روسيا تهدد بتدمير مخازن الحبوب الأوكرانية إذا تم استخدامها لتخزين المعدات العسكرية. اتهمت روسيا الولايات المتحدة بإجراء تحضيرات في موقع للتجارب النووية بولاية نيفادا، محذرة من استئناف برنامجها للتجارب النووية. وصرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن المؤشرات تؤكد أن هناك أعمالا تحضيرية جارية حتى وقت قريب في موقع الاختبار النووي في ولاية نيفادا، وأضاف أن هذه التحضيرات ستؤدي إلى تفعيل الوضع الذي أعلنه الرئيس الروسي من حذو نفس الحذو الأمريكي، مشيرا إلى أن المسؤولية تقع على عاتق واشنطن. هدد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بأنه سيتم تدمير مخازن الحبوب والمواني في أوكرانيا إذا تم استخدامها لتخزين المعدات العسكرية. وذكرت سلطات مقاطعة أوديسا جنوب أوكرانيا تضرر مواقع بنية تحتية للمواني وتعليق عمل معبر نهري نتيجة الانفجارات. كانت القوات الروسية قد بدأت قصف هذه المواقع الأوكرانية بعد يومين من الهجوم على جسر القرم، حيث تستهدف الضربات الروسية مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا. A humanitarian resolution on the situation in Ukraine, provided. نظمت مؤسسة حياة كريمة قافلة طبية في مركز أوسيم بمحافظة الجيزة بالتعاون مع جامعة القاهرة. تقدم القافلة الطبية خدمة طبية بالمجان للمواطنين في إطار رفع العبء عن كاهل المواطنين من خلال الوصول للفئات الأكثر احتياجاً. ضمن خطة الأهداف الاجتماعية بمؤسسة حياة كريمة
جاءت القافلة الطبية المتنوعة بمركز أوسيم بمحافظة الجيزة بالتعاون مع كلية طب أسنان جامعة القاهرة لخدمة الأهالي من خلال تقديم خدمات طبية متخصصة للأسنان. احنا الخدمات بتاعتنا بتتطور كل شوية عن قبلها، يعني احنا عاملين طبعا بالإضافة للخدمات الأساسية الخلع والحشو والعلاج اللثة والأطفال والتوزيع بعض الأدوية مجانا. يتم تنظيم قوافل طبية بشكل دوري في مركز أوسيم وعدة مراكز في نطاق محافظة الجيزة أو على مستوى الجمهورية. تمام، القافلة الطبية بتخدم أكتر من 300 مواطن، بتاخد حالات الحشو والخلع والزرع والتقويم، وبيتم الخلع فورا في القافله، والحالات اللي بتحتاج متابعه بيتم تحويلها للقصر العيني او مستشفى 6 اكتوبر. القافله بفضل الله النهارده بتخدم 5 قرى مركز اوسيم، بتساعد ان هي تعمل كل التخصصات الطبيه الخاصه بقسم الاسنان. في مجموعه دكاتره بفضل الله كويسه، يعني الحمد لله رب العالمين، حياة كريمة، يعني بدأت بزورها فتوصل لكل القرى. الخدمات الطبية تخدم حالات الخلع والحشو والزرع والتقويم بالمجان للمواطنين بمختلف أعمارهم. حياة كريمة توصل لحد هنا وتساعد الناس الغلابة، لأن في ناس كتير جدا ما بقاش معاها دخل إن هي تروح تكشف برا، لأن دلوقتي الأسعار بتبقى غالية، فده بيساعدهم ان هم كمان يتحولوا للمستشفى، فده شيء ممتاز جدا. يعني تقدم خدمات لطب الاسنان وبتحول الحالات اللي هي محتاجه خلع ومحتاجه يعني لعمليات او حاجه زي كده بتقدمها بتحولها لقصر عيني. تاتي القوافل الطبيه لرفع العبء عن كاهل المواطنين من خلال الوصول للاسر الاكثر احتياجا وتقديم المساعدات الاجتماعيه والتوعويه. والآن متابعة الأهم من الأخبار الاقتصادية، أخبار المال والأعمال مع ميرنا إيهاب. إليك ميرنا. شكرا لكم هبة وإلهام، والآن مشاهدينا جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر جاءت في المركز 23 من بين 78 دولة في مؤشر خدمات التعهيد، مسجلة 5.32 نقطة عام 2023، وجاءت في المركز الثاني عربيا. جاء ذلك خلال رصد وتحليل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء كل ما هو متعلق بالتقارير الاقتصادية الدولية والمؤشرات العالمية التي تخص الشأن المصري أو تتعلق به. كما سلط المركز الضوء على تحليل موقف مصر في مؤشر خدمات التعهيد الصادر عن مؤسسة كيرني العالمية للاستشارات الإدارية لعام 2023. أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن التقارب غير المسبوق الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وكوريا الجنوبية يعزز من فرص التعاون الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات بمنطقة القناة. يأتي ذلك خلال لقاء رئيس هيئة قناة لرئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوريا الجنوبية لبحث السبل لتعزيز أواصر التعاون المشترك. وأشاد رئيس الهيئة بالتعاون المثمر والممتد الذي يجمع الهيئة بالشركات والترسانات الكورية في مجالات تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا المتقدمة، مشددا على أن قناة السويس الجديدة نجحت في إضافة بعد استراتيجي إضافي للقناة برفع التصنيف العالمي لها وزيادة قدرتها على استقبال أحدث وأكبر سفن الأسطول العالمية. من جانبه أكد رئيس الجمعية الوطنية الكورية أن قناة السويس تكتسب أهمية خاصة لكوريا الجنوبية باعتبارها شريانا رئيسيا لتجارتها الخارجية، مما يجعلها محورا هاما في تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين. استقبل رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع وفدا رفيع المستوى من مجلس إدارة الخط الملاحي العالمي كوسكو برئاسة فانغ بو نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.
وأكد رئيس الهيئة أن قناة السويس تضع نصب أعينها مواكبة التطورات المتلاحقة في صناعة النقل البحري بتبني رؤية مستقبلية واعدة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة. من جانبه أكد فانغ بو نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة العالمية الصينية أن قناة السويس تعد أحد الشرايين الهامة لحركة التجارة العالمية، معربا عن امتنانه الشديد للمستوى المتميز للخدمات المقدمة من قبل هيئة قناة السويس. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط بعد أن ارتفعت أكثر من 4% في الجلسة السابقة، مع تقييم الأسواق لاحتمال تعطل الإمدادات مع استمرار التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني. وانخفض خام برنت بنسبة تقدر ب 28% ليصل إلى 87.9 دولار للبرميل. كما خسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة تقدر ب 25% مسجلا 86.16 دولار للبرميل. في المقابل ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة تقدر ب 2.1% لتصل إلى 3 دولارات للتر. هذا وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة تقدر ب 1% لتسجل 3.37 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكد صندوق النقد الدولي أنه من السابق لأوانه لاطمئنان لأداء الاقتصاد العالمي مع بطء وتفاوت تعافي الاقتصادات من أثار جائحة فيروس كورونا وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. وأضاف الصندوق أن النشاط الاقتصادي لا يزال أقل من المسار الذي كان عليه قبل الجائحة، خاصة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. انتهت أخبار الاقتصاد، والعودة إليكم مرة أخرى إلهام مهيب. شكرا لك نرجع. أكد وزير الخارجية سامح شكري أهمية تنسيق جهود الأطراف الإقليمية والدولية لحث الأطراف على الوقف الفوري للتصعيد باعتباره الأولوية في الوقت الراهن، حقنا لدماء الشعب الفلسطيني والمدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. جاء ذلك خلال تلقيه اتصالات هاتفية من نظيره اليوناني وكذلك وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج. كما أكد شكري على أن الوضع الراهن ينبغي أن يدفع المجتمع الدولي للتعامل مع الأسباب الجذرية للتصعيد والسعي إزاء إيجاد الأفق السياسي الملائم للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. يواصل معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية فعالياته تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمركز مصر للمعارض الدولية بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة. ويأتي تنظيم معرض تراثنا تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بالاهتمام بقطاع الحرف اليدوية والتراثية. انطلقت فعاليات الدورة الخامسة لمعرض تراثنا 2023 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، دورة جديدة للمعرض تشهد مشاركة 6 دول عربية، وذلك تماشيا مع رؤية الدولة المصرية الهادفة لتعزيز التعاون والروابط المشتركة بين الشعوب العربية. ويتيح معرض تراثنا فرصة مميزة لفتح نوافذ تسويقية لأصحاب المشروعات الصغيرة خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية، والانفتاح على أسواق تصديرية جديدة، حيث يستضيف المعرض المملكة العربية السعودية والإمارات والأردن والبحرين والجزائر وتونس، وذلك بأجنحة مميزة. احنا توجهت لنا دعوة كريمة للمشاركة في هاي المعرض تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحبينا نشارك لما له أهمية للحفاظ على الحرف اليدوية والعاملين عليه ولضمان الاستمرارية فيها. مشاركتنا اليوم في معرض تراثنا للحرف اليدوية مشاركة نفتخر فيها، ونحن من ضمن الفرق التراثية الموجودة في دولة الإمارات لنا نعبر عن نوع من أنواع التراث أو
أو الفرق الشعبية الموجودة في دولة الإمارات من ضمن مشاركتنا في هذا المعرض. ومن المقرر أن تستمر فعاليات المعرض لمدة أسبوع بمركز مصر للمعارض الدولية بمشاركة أكثر من 1000 عارض من مختلف محافظات الجمهورية، حيث يضم المعرض عددا كبيرا من المنتجات التراثية واليدوية والفنية لأصحاب المشروعات الصغيرة لأكثر من 30 قطاع تراثي. دي مش أول مشاركة لينا في معرض تراثنا، احنا شاركنا في كل المواسم اللي فاتت، والسنين دي طبعا مختلف بافتتاح السيد الرئيس الصبح لينا وتشريفه لينا المعرض. كمان الشغل مبسوطين جدا انه مش يعني المصريين بس، كمان ان احنا بقينا نصدر لاكثر من مكان بره مصر. بالنسبه للحلي انا بقدم له الحضاره المصريه، معظم الديزاين بتاعي من الحضاره المصريه، وبقول له ان احنا كمصريين نقدر ننتج حاجات اقوى من بره، يعني من اي دوله تانية. بنتكلم عن نفسنا، انا بعمل تصميم بتكلم عن الحضارة الفرعونية، بتكلم عن التراث المصري. مجهود ضخم وباين في حتى واحنا داخلين التنظيم والمجهود اللي معمول في التحضير للمكان. بالنسبة للعارضين اعتقد ان دي فرصة هائلة، خاصة العارضين المصريين، لان احنا يعني انا بداية الدخلة بالصدفة من البوابة كانت دول عربية شقيقة عارضين حاجات جميلة، بس انا لما حضرت السنة اللي فاتت يعني بكل تأكيد احنا الاخراج بتاع عرض المعروضات والتحضير والتجهيز بيبرز قد ايه مجهود محطوط في الحرف بتاعتنا اليدوية على اعلى مستوى. ويحرص جهاز تنمية المشروعات دائما على استضافة الدول الشقيقة في معرض تراثنا بشكل دوري، ليصبح المعرض تجمعا اقليميا يضم عددا كبيرا ومتنوعا من المنتجات الابداعية والعروض الحية التي تعبر عن الثقافات المختلفة للشعوب العربية. افتتح أول شاطئ بمحافظة دمياط مخصص لذوي الهمم. يحتوي الشاطئ على حمام سباحة يتناسب مع أنواع الإعاقة السمعية والبصرية والإعاقة الحركية وكذلك الإعاقة الذهنية، كما يحتوي الشاطئ على قاعة احتفالات مفتوحة وملاعب شاطئية ورعاية طبية وغيرها من الخدمات. يعتبر شاطئ كامل متكامل لذوي الهمم كلهم، في جميع اللي ممكن يحتاجه ذوي الهمم من الاستمتاع والاسترخاء هو وذويه. النهارده عندنا موجود حمام سباحه، ميه عذبه، عندنا موجود للاستمتاع بالبحر ثلاث ممرات، ممر للاعاقات الذهنيه مع ممر للاعاقات الحركيه مخصص، ممر للاعاقات السمعيه والبصريه برضو مخصص. عايز اقول برضو ان المكان فيه ملاهي للاطفال برضو، بحيث ان لو ذوي الهمم جايب اسرته وكده ممكن يستمتعوا بالجو ويستمتعوا مثلا بالملاهي، وبرضو نفس القصه. الخدمه جميله بجد بصراحة، يعني بيعملونا أحسن معاملة مش كأصحابنا، كالقعدة هنا جميلة جدا والخدمة برضو جميلة جدا، بيركبونا كل حاجة احنا عايزين فيها، والخدمة هنا على أعلى مستوى بجد، كدورون بلاش أحسن بلاش في دمياط. نحن بنلعب في المية ومرة نلعب الألعاب اللي احنا نفسنا فيها، وشكرا لكم. هو شط جميل ورائع، وكويس ان في اهتمام من ذوي الاحتياجات الخاصه. ونتحول لاخر اخبار الطقس مره ثالثه واخيرا نعود فيها الى مرنا ايهاب، تفضل. شكرا لكما الهام وهبه. والان مشاهدينا وقفه اخيره مع احوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة متوقعة غدا على عدد من المحافظات ومدن
الجمهورية. القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 21، الأسكندرية 27-21، مطروح 26-20، بورسعيد 28-23، والإسماعيلية 31-20. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 32 درجة والصغرى 21، العريش 28-22، طابة 31-24، شرم الشيخ 33-26، والغردقة 33-25. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 36 درجة والصغرى 24، أسوان 36-25، الوادي الجديد 37-22، شلاتين 34-25، وأخيرا حلايب العظمى 32 درجة والصغرى 26. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن نترككم مع أبرز لقطات هذا اليوم. وصلنا مشاهدينا إلى نهاية نشرة التاسعة، لا يتبقى بها سوى التفكير بأبرز ما جاء بها من أخبار. الرئيس السيسي يشدد على أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى، ولا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي. مصادر مصرية تؤكد أن القضية الفلسطينية تشهد أخطر منعطف في تاريخها، وتشدد على أن مصر ستتصدى لمساعي الاحتلال لتوطين أهالي غزة في سيناء. الرئيس السيسي يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، ويؤكد أن الشهداء قدموا ثمنا غاليا لبقاء الوطن.